في حواري معاك كل كلامك بتقول دايما واحنا في النادي الاهلي طبعا وانا في النادي الاهلي طبعا ذكرياتي الحلوه في النادي الاهلي اي لاعب بيفكر يسيب النادي الاهلي رساله عمرو الحلواني اللي اتربى في النادي الاهلي وما شاء الله حقق نجاحات كبيره في انديه تانية مين اللي فكر يسيب النادي الاهلي يا كابتن اسامه؟ مستحيل. النادي الاهلي احسن لعيب، احسن نادي في افريقيا، واحسن نادي في مصر، يعني انا شايف ان هو احسن نادي كمان في العالم، من احسن 5 انديه في العالم لو جيت حسبت بالبطولات. لا بالعكس، النادي الاهلي ده بيكبر اي حد كابتن اسامه، وشرف لاي حد. يعني زمان كانت مقوله يقول لك اي حد هيمشي جنب النادي الاهلي هيبقى مشهور. شرف لاي حد يلعب النادي الاهلي ويمسك تيشيرت النادي الاهلي ويبطل في النادي الاهلي ويمسك حاجه في النادي الاهلي، شرف لاي حد. لا طبعا، مين اللي يلعب في النادي الاهلي وعايز يمشي؟ مستحيل يعني. تمام.